ببيت الصحافة بطنجة اجتمع ثلة من الإعلاميين والصحفيين من المغرب والمشرق، والمناسبة دورة تكوينية تستهدف أصحاب مهنة المتاعب حول موضوع تكوين الصحفيين في مجال حقوق الإنسان والتعامل مع مختلف القضايا المتعلقة بهذا المجال. مركز الجزيرة للحريات العامة هو الإنسان يقوم بعدد من المناشط لتطوير معارف الصحفيين ومهاراتهم في إعمال هو الإنسان، وذلك من خلال ورش عمل قصيرة لا تتجاوز اليوم أو اليومين مع خبراء كبار دوليين في مجال هو الإنسان. كذلك يقوم بعمل وتنظيم دورات تدريبية لمدة أسبوع، ويعنى أيضا المركز بتقديم مذكرات صغيرة حسب القضايا التي يتناولها الزملاء في القسم التحريري من الصحفيين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان في مركز الحريات في شبكة الجزيرة. أعتقد أن بالنسبة للصحفي المغربي من أدوات الأساسية التي يشتغل بها هو أولا أن يعرف حقوقه، وثانيا أن يتدرب ويمارس هذه الحقوق. هذا النوع من الندوات، هذا النوع من اللقاءات العلمية الأدبية حول تأهيل الصحفي، لا أقول تعليم، كلمة تعليم ربما مدرسية أكثر من اللازم، ولكن تأهيل الصحفيين لتدريب على حقوق الإنسان وعلى الحقوق بصفة عامة. فأعتقد أن الصحفي الذي لا يعرف حقوقه لا يمكن أن يمارس عمله بالشكل المطلوب. أنا أعتقد أن الصحفي هو بمثابة داعية حقيقية، ولذلك يجب أن يتثقف في هذا الإطار ليعرف حدود معنى الحقوق الإنسانية، ما للإنسان وما عليه، وبالتالي عليه أن يكون بمعنى من المعاني زاجرا في وجه السلطات المعنية، أن كفى استهتارا بحقوق الإنسان، وبالتالي حكما واستطرادا احترموا حقوق الصحفيين كبشر مثلهم مثل غيرهم. إلى جانب المتدخلين القادمين من بلدان عربية مختلفة، عرف هذا اللقاء حضور عدد من نظرائهم المغاربة من الصحفيين المنتسبين لمنابر إعلامية مختلفة وبأصنافها المتعددة، بهدف تبادل الخبرات والخروج بتوصيات من هذه الدورة التكوينية المستمرة إلى غاية 15 من الشهر الجاري.